السلام عليكم. اليوم راح نشارك معكم كيكات الماء المغلي. عندنا 3 حبات بيض، كأس مملوش من السكر، نحطو شوية البيض والسكر، نضيفو كاس زيت، عندنا كاس ماء يكون مغلي مليح، عندنا كاسون تاع الفرينة وزوج تاع لاليفير وزن 10 غرام وثلاثة تاع الكاكاو. نغرب الوهم، نضيفو الخليط السائل للفرينة ونضيفو له مغرفة خل ورشة ملح ونخلطو مليح ونحطو في الصينية. نتحصلوا على هذا القوام فنجرية وندهنوا الصينية بالزبدة ولا بالزيت ونرشوها بالفرينة، نكونوا سخنا الفور مليح وندخلوها للكوشة ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. بعد ما بردت الحلوة نضيفولها نزينوها بالشوكولا، نزينو على شكل خطوط بالشوكولا بيضاء. بعد ما جمدت الشوكولا نقطعوها مربع ولا مستطيل، الحلوة بعد ما طابت وزيناها ان شاء الله تعجبكم، وقطعت لنا جاو 28 قطعة ان شاء الله تعجبكم وجات خفيفة وبنينة. نقص معكم حبة تشوفوها مليحة كمشروع، اقتصادية ما فيهاش حاجة كبيرة. ومع السلامة في الفيديو الجاي ان شاء الله.